بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي شريف ربيع، من مركز أشمون منوفية. يوم الخميس اللي فات جات لي توصيلة لحد البرانية. طبعا الراجل ركب معايا وكان معاه حريم ومعاه شنط كتير وبتاع وبطاطين الزهر كانوا بيكشفوا الله أعلم. رحت وديتهم البرانية، طبعا الراجل شال الشنط بتاعته نزلها، ففي شنطة اللي هي اليد الجلد دي نسيها معايا. فانا بصراحه ربنا ما شفتش الشنطه، فلقيت الراجل جالي هنا قال لي في شنطه معاك انا نسيتها. قلت له والله انا من كرم ربنا عليا ان انا ما حدش ركب معايا في الطريق، والشنطه لو موجوده في العربيه حضرتك هتلاقيها. فتحت الشنطه، الراجل قال لي تعرف الشنطه دي فيها ايه؟ قلت له يا عم لو فيها ملايين فامانه يعني ما تقلقش. فتح الشنطة قدامي راح مطلع 40,000 جنيه، قال لي الشنطة فيها 40,000 جنيه. قلت له اتفضل يا عم شنطتك فلوسك حلال. بصراحة الراجل راح مديني 20 جنيه، قال لي خد هاتلك سجاير وبتاع. فأنا محتفظ بالعشرين جنيه مش هصرفها يا جماعة. وهي العشرين جنيه موجودة يعني، موجودة معايا لحد دلوقتي محتفظ بيها. فاداني ال 20 جنيه واتكلت على الله، جيت على الموقف يعني عادي. كذا موقف من ده حصل معايا، مرة نوبة لقيت 70,000 جنيه، ونوبة تانية 250,000 جنيه. بس دي فلوس ناس، وربنا يبعدنا عن فلوس الناس، واحنا الحمد لله بنشتغل بالحلال الحمد لله يعني. والله لو نفسي في حاجات كتير، حاجات كتير قوي يعني، نفسي في حاجات كتير بس الحمد لله رضا ماشي الحال، نحمد ربنا على اللي احنا فيه يعني. في ناس برضو احنا الحمد لله رضا رب، بس وفي ظل الظروف اللي احنا فيها دي زي ما انتوا شايفين مفيش شغل والدنيا يعني واقفة، مش معايا مع الناس كلها، والناس كلها مش كله بيشكي الدنيا واقفة. فالحمد لله ماشيين بستر ربنا الحمد لله.